السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. اتفضل. الله يحفظك. حياك. تاكس ومعاه واحد شريك في التاكس. ها؟ واحد يمتلك تاكس. شخص معه تاكسي. وله شريك في التاكسي. وبعده؟ فبعد المصاريف كان بيقسموا الأرباح بينهم وبين بعض. طيب. دلوقتي صاحب التاكس جد عليه عمل كمندوب في شركة. شركة مبيعات. طيب. مبيعات. فبيوزع السلع بالتاكس. طيب. بحسابه الشخصي. طب لا يجوز يعني لازم يعني كأنه مستأجر للتاكسي. كأنه مستأجر للتاكسي. نعم يجعلون له بس في جزئية. هل هم يستأجرون التاكسي مع السائق ولا ما يستأجر؟ لما بيعطوا للسائق بيعطوا له بدل بنزين او بدل مواصلات. انت توزع لنا السلعة دي وليك مواصلات عليها وليكن مثلا 10 قروش. من اللي هيسوق؟ الشريك او السائق؟ صاحب التاكسي هو الشريك ملوش دعوة بالتاكسي. لا يعني أعيد لي سؤالك. مالك التاكس هما اثنين. الاثنين ملاك للتاكس وفيهم واحد هو اللي بيسوق التاكس. يعني شركاء في التاكسي، هذا له نصف وهذا له نصف. تمام. وبعدين صاحب واحد منهم هو اللي بيسوق التاكس. واحد بياخذ أجرة القيادة. بياخذ أجرة القيادة. تخصم من الربح قبل التقسيم. تمام. وبعد. طرا عليه عامل كمندوب في شركه مندوب مبيعات. نعم. السلعه بتاعت الشركه بالتاكس. طيب لازم يعمل يعني والان استغل التاكسي للشركه الجديده. حسابه الشخصي. ايوه يدفع ثمن الاستفاده. يقدر ثمن المشاوير ويحطها في التاكس. نعم. هل يجوز يا شيخنا انه يستاجر حصه الشريك؟ يجوز ان يقول انا مستاجر نصف التاكسي. يعني مثلا نقول هذا التاكسي اجرته في الشهر 3000 جنيه. افترض اننا اجرناه سنؤجره ب 3000 جنيه، انا لي منها 1000 ونصف وانت لك 1000 ونصف. تمام. ممكن هو يطلع من المشكله دي انه يقول له انا هاجر الحصه بتاعتك ب 1000 جنيه في الشهر. ماشي. تمام. جزاكم الله خير. وياكم.